هذه الولاية في الحقيقة من المفروض أنها تكون ورشة مفتوحة في جميع الميادين، في الميدان الاقتصادي، في الميدان الزراعي، في الميدان البيئي، لأن هذه المنطقة هي بوابة حقيقية اللي تربط الشمال مع جنوبنا الكبير. عندها 2 مليون هكتار نتاع الأراضي من المفروض أنها تزرع وأنها تجيب خيرات. فقط لحد الساعة وصلنا إلى 77 ألف.